غنيت ملطشة القلوب. انا عايز هلعب معاك لعبه لطيفه جدا اسمها لعبه ملطشة القلوب. ايه رايك؟ اتفضل. جاهز؟ طبعا. ممكن تاخد القلبين دولت. جدا. هسالك شويه اسئله سريعه وهتجاوب يا نعم يا لا. هعمل ايه بقى؟ هرفع كده؟ هترفع هترفع لو نعم هترفع نعم، لو لا هترفع لا. نبدا. جاهز؟ جدا. طيب، حصل وكنت انت شخصيا ملطشه لقلب بنت حبيتها؟ انا شخصيا كنت ملطشة قلب. نعم ولا لا؟ نعم. هي. في حياتك بنت حبيتها وسابتك؟ لا طبعا. انت حبيت واحدة وسبتها؟ لا. عشت اكتر من 10 قصص حب في حياتك؟ لا. اول حاجة بتجذبك في الست جمالها؟ يعني طبيعي، دي حاجة طبيعية، أي راجل هيشوف ست جميلة أكيد أول حاجة بيبص لها جمالها. نعم ولا لا؟ نعم جدا. نعم. آخر حاجة تشدك في الست عقلها؟ لا طبعا. حبيت واحدة وقالت لك أنت زي أخويا؟ لا ما حصلش خالص. أنت مخلص في حبك؟ جدا. في ست حبيتها وخانتك؟ لا ما أعتقدش. لا. انت خنت واحدة حبيتها؟ لا. هو العشق جلاب المصايب زي ما انت ما غنيت؟ 100%. في جرح عاطفي لسه عايش جواك؟ اطلاقا. هي القلوب كيفة اذى، كيفة اذى جدا وبكل حب. وانت قاعد معايا جواك سرسوب هوا؟ اكيد يا لازم السرسوب موجود عند الناس كلها. يعني ممكن تبقى طفل قدام اللي انت بتحبها؟ 100%. دموعك نزلت على خدك بسبب واحدة ست؟ اطلاقا. قلبك اكس لار؟ جدا. حصل وعشت غرام نصبت له عزا؟ لا لا مفيش الكلام ده.